أينما كنتم السلام عليكم. محيرا يبدو التخبط الإسرائيلي على المستوى الإعلامي، فتارة هو مرتاح وغير أبه من صواريخ المقاومة، وتارة أخرى شعبه مرعوب وخائف ولا ينام الليالي. فما السبب؟ سنجاوب. الحروب لا تخاط فقط بالعسكر، فالمستوى النفسي بات أمرا أساسيا للمحافظة على المعنويات، وهذا ما تتقنه المقاومة لتبث الرعب بالعدو في جميع مناسباته. والتحركات ضد العدو تواصلت في أوروبا، وبلجيكا نموذج مثالي. فما الأهداف وماذا عن الخطوات المستقبلية؟ هاشتاج فلسطين تقاوم. وهذا الفيديو يعبر عن الحالة التي يعيشها أهل غزة. هم محاصرون في بقعة ضيقة كالعصفور في قلب قصف سر. أن نرحب بضيفنا في الاستوديو المدون خضر سالمي. أهلا وسهلا فيك يا خضر. أهلا فيك عبد الرحمن. إذن التخبط الدعائي والإعلامي الإسرائيلي يتواصل مع توالي الهزائم، جديدها محاولة خبيثة لإظهار المقاومة بمظهر المعتدي والقول بأن الحرب فرضت على إسرائيل. The sun rises and with it a nation who finds itself immediately engaged in battle. There is little escape from what began on June 12th when our three boys went missing. This war has consumed the hearts and minds of the people of Israel from the very beginning. A generation reaches impulsively every few minutes for their phones, praying to God they don't see their brothers, fathers, and friends' names or faces in their news feeds. A mother weeps, siblings ask why, and a father's face reflects both grief and pride. All conversation comes to a dead halt on the train as simultaneously the same eerie alarm rings out from the pockets, purses, and backpacks of complete strangers. Red alert. Ashkelon, Beersheva, Ashdod, someone says. Across the aisle, with her eyes locked on the device in her lap, a young woman says to no one in particular, my mother lives in Ashdod. A knowing hush. Our lungs grow weary. Day in and day out, we breathe air thick with tension. Riots in the streets, buses and trains have had pipe bombs thrown at them. Men and women praying at the Western Wall have lifted up their eyes to heaven to find rocks hurled from upon the Temple Mount. More kidnapping attempts. A constant flow of rockets coming in from Gaza. Two-thirds of Israel's citizens living in bomb shelters. All the while, Hamas uses women and children as human shields. The death toll is up again this morning. Ours and theirs. We mourn for all innocent life cut way too short by an evil enemy whose only goal is to kill, steal, and destroy. وبالتأكيد هذا الكلام ينطبق على الإسرائيلي وليس على المقاومة. خضر، هل هو التخبط الإعلامي الإسرائيلي أم أن هناك رسائل معينة من خلال هذه الدعاية؟ إذا لاحظت معي في الدعاية عبد الرحمن، هناك إصرار على تكرار عدة مصطلحات. أولا المقاومة الإسلامية حماس أو المقاومة بشكل عام، حجة إسرائيل دائما أنها تتخذ البشر دروعا بشرية، بمعنى أن تتخذ المواطنين الفلسطينيين دروعا بشرية. وهذا المصطلح أو هذه الكلمة أعيد استخدامها خلال الأسبوعين الفائتين بشدة، تحميل المقاومة مسؤولية الدم الفلسطيني. من جهة ثانية بدأت الدعاية بالحديث عن مقتل الثلاثة شباب إسرائيليين أو المستوطنين الثلاثة الإسرائيليين الذين حتى الآن ونذكر لم يستطع الشنبت أو غيره إيجاد أي رابط بين مقتلهم وأي حركة تنظيمية منظمة مقاومة فلسطينية. الملاحظ هنا عندما يستخدم المستوطنين الثلاث كحجة في الترويج الإعلامي، تعرف أن الإسرائيلي في مأزق. الإسرائيلي خلال كل فترة الحرب على قطاع غزة خصوصا لم يقم بوضع مقتل المستوطنين الثلاث كحجة أو سبب مباشر في إعلان الحرب، بقي في منع عن استخدام هذه الحجة. لذا تستطيع أن تفهم أن الإسرائيلي يحاول العودة إلى جذور الحرب. عندما بدأ التوتر في بداية الأمر، بدأ باختفاء المستوطنين الثلاث ثم وجدوا جثثهم، ثم بدأت عمليات الانتقام خصوصا مما يسمى من المجموعات الإرهابية اليهودية المتطرفة، عصابات تدفيع الثمن، والتي تتحمل أعتقد مسؤولية مقتل الطفل محمد أبو خضر. في لحظة مقتل المستوطنين الثلاث أو الإعلان عن مقتلهم، رغم أنه لم يوجد أي دليل جنائي مرتبط بالمقاومة الفلسطينية،
إلا أن معظم الرأي العام الدولي وخصوصا الدبلوماسية السياسية العالمية كانت متعاطفة مع حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وبالثأر إلى آخره إلى آخره إلى آخره. مقتل الطفل محمد أبو خضير على يد عصابات تدفيع الثمن حول قليلا هذا الاهتمام إلى الاهتمام بالجانب الفلسطيني، أنه أيضا هؤلاء ثمة من يدفعهم الثمن بما لم يطلقوا حكما. وبدأ الانهيار الإعلامي شيئا فشيء لآلة الحرب الإسرائيلية إلى أن وصلنا إلى مجزرة الشجاعية. طيب، تلقت المكنة الإعلامية الضربة الأولى بمقتل الأطفال الأربعة من آل بكر على شاطئ غزة بعد أن كانوا يلعبون كرة القدم مع الصحفيين أنفسهم الذين غطوا مقتلهم. الضربة الثانية كانت مجزرة الشجاعية التي أتت برد مباشر على الهزيمة العسكرية على الأرض. هنا بدأت الآلة الإعلامية بالانكشاف أمام الهزائم العسكرية. ألا يمكن أن نرد من خلال هذه الدعاية لكن من منحى إيجابي للمقاومة؟ ألا يمكن أن تشكل هذه الدعاية رد على الإسرائيلي الذي يقول أن مستوطنوه يعيشون بسلام، شعبه يعيش بسلام؟ هنا تختلف القصة، يقول أن مستوطنوه ينزلون إلى الملاجئ يخافون يرتعبون. هل هذا يؤكد على أهمية صواريخ المقاومة وعلى الفعالية التي تقدمها هذه الصواريخ بمواجهة آلة القتل الإسرائيلية؟ أهمية صواريخ المقاومة بدأت بالظهور منذ نهاية الأسبوع الماضي. منذ نهاية الأسبوع الماضي عبد الرحمن انتقلت الآلة الإعلامية الحربية العسكرية من الحديث عن صواريخ المقاومة إلى الحديث عن أنفاق المقاومة أو أنفاق السلاح. لماذا؟ لأنها وجدت أنه بعد أسبوعين من حرب مفتوحة لن تستطع أبدا حتى تخفيض عدد الصواريخ المنهمرة على قطاع على عفوا على جنوب إسرائيل بين قوسين، بل أنها وصلت إلى تل أبيب. هنا بدأت الآلة الإعلامية بالحديث عن الأنفاق، أن الأنفاق يمكن أسهل أن تتعامل معها. مثلا على سبيل المثال، نشرت صفحة الجيش الإسرائيلي اليوم هذه الصورة، وهي تظهر ما يتحدث عنه الإسرائيلي على أن لو نستطيع أن نراها على الشاشة، عن أن ما هي الإنجازات إلى الآن العسكرية الإسرائيلية. أكبر رقم تحدثت عنه كان أولا أكثر من 30 نفق اكتشفوا. تقول إسرائيل أنها دمرت 30% من ترسانة حماس الصاروخية، وأنها قتلت أكثر من 240 مقاوم ما تسميهم بالإرهابيين. هذه الأرقام، ونحن نعرف أنها أرقام مبالغة، حتى في هذه المبالغات 30% من الترسانة الصاروخية و30 نفق وحوالي 240 مقاوم فدائي فلسطيني، فإذا الإسرائيلي اليوم في أزمة عسكرية، هذه الأرقام هي دليل على هذه الأزمة. ومن فمه نقول أن المقاومة حققت الإنجازات والانتصارات. يعني حتى لو أن إسرائيل دمرت 30 نفق، وحتى لو دمرت 30% من الترسانة الصاروخية، وحتى لو قتلت 240 مقاوم فلسطيني، فهذه الأرقام بالنسبة إلى حجم الدمار الآن الذي قامت به الآلة العسكرية الإسرائيلية وحتى على الكلفة الاقتصادية للحرب على إسرائيل، هل كانت تستحق هذه الإنجازات المتواضعة جدا 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 بالحديث بالعلم العسكري؟ يعني 30% من ترسانة حماس بعد ثلاثة أسابيع من صحيح. الحرب هو رقم صغير. ونحن هنا نقول أنه من خلال صور إسرائيل نذكر أن المقاومة عدت نفسها لحرب طويلة الأمد كما تعد، وإن شاء الله تنتصر أيضا كما قالت وانتصرت. هنا هذه الصورة نتحدث عن القبة الحديدية. في القبة الحديدية هذا الكاريكاتير يظهر أن الدرع إسرائيل هي القبة الحديدية، بينما درع المقاومة هم الأطفال. هنا استكمال للدعاية التي عرضناها. وهنا الأزمة التي وقعت فيها إسرائيل. هذا فخ وقعت فيه إسرائيل، وقعت فيه المكنة الإعلامية الإسرائيلية، فخ تحميل مسؤولية القتل لغيرها دائما. الدكتور لاندز الصهيوني الذي كتب قاموس المصطلحات الإسرائيلية للتدريب على الحديث الإعلامي يصر دائما أنه لا تحمل غيرك المسؤولية، بل تغاضى عن المجزرة. يعني بمعنى لا تتحدث عن المجزرة، وبعد أسبوع أسبوعين بكون العالم نسيوا المجزرة، شوف تحقيقك شو بقول. ولكن إسرائيل وقعت في فخ تحميل غيرها المسؤولية. يعني إذا بدك هذا التصرف الطفولي، أنه نحن عم نقصف بس الحق على المقاومة أن قاعدة بين العالم. طب المقاومة، ما فعل المقاومة هو العالم. الناس بلشت تفكر، العالم بلشت تفهم أكثر وأكثر، وهذه الآلة وصلت إلى حائط مسدود. وهنا إشارة أخيرة عبد الرحمن، أعرف أن الوقت دهمنا، ولكن إشارة أخيرة أن الإسرائيلي في الأيام الفائتة كثر حديثه عن عفوا عن القبة الحديدية الصاروخية. وسأذكر هنا حادثة
سنتطرق لها لاحقا، وهي القرصنة وقبل أن الإلكترونية. تدخل إلى الصورة، نعم نشير إلى المشاهدين الكرام أن أمريكا التي قالت أنها تريد وقفا لإطلاق النار في غزة وفورا، زودت إسرائيل بالأمس بالمزيد من الصواريخ والمزيد من الأسلحة، ما يشير إلى أن هناك دائما الكيل بمكيالين والقتل ثم تبرير هذا الكلام والادعاء أنهم يريدون وقفا لإطلاق النار. ربما متابعة لحديثك، هذه التغريدة من جون ليجند، كانت الفنان الأمريكي جون ليجند، كانت الأكثر تعبيرا عن امتعاض الشخصيات العامة الأمريكية بمعظمها من الدعم الأمريكي المفتوح. وهنا يقول جون ليجند أننا مريضون أو تعبنا أن نرى وزير الخارجية وهو يحاول أن يخبر إسرائيل كم يحبها، وفي وقت أن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث لأمره. المهم لنتابع الحديث عن القبة الحديدية تحديدا، لأن الإعلام الاجتماعي الإسرائيلي خصوصا الرسمي خصوصا الحكومي يتحدث في الأسابيع الماضية كثيرا عن القبة الحديدية. مأساة إسرائيل اليوم أن المقاومة الفلسطينية بصواريخها المتواضعة نسبة للصواريخ للترسانة الصاروخية الإسرائيلية، وبميزانية عسكرية أقل بكثير من ميزانية الأكثر من نصف مليار دولار التي أقرها الكونغرس ومع الأمريكي تسكير للقبة المعابر الحديدية، والحدود. لم تنجح القبة الحديدية، وهذا حسب الأرقام الإسرائيلية، لم تنجح بوقف أكثر من خمس الصواريخ الفلسطينية. ماذا يعني هذا الحديث؟ يعني أن إسرائيل وهي تبالغ في رقم خمس الصواريخ، أن إسرائيل في أزمة حقيقية في موضوع القبة الحديدية. ونحن نعرف أن الكونغرس الأمريكي اليوم يدرس موضوع إعادة الدعم إلى القبة الحديدية. ثبوت هزيمة القبة الحديدية يعني وقف الدعم المالي الأمريكي عن هذا المشروع إذا ثبت أنه غير عملي، وأيضا وقف استنساخه في دول أخرى. نعرف أن هناك دول أخرى وللأسف بعضها عربي يحاول استفادة من التجربة الإسرائيلية لاستنساخه في مجاله الدفاعي. اليوم المقاومة الفلسطينية بقدرات بسيطة جدا وفي قطاع محاصر من القريب قبل العدو للأسف، في هذا القطاع أثبت أن القدرة قادرة على هزيمة المال بقوة. كل هذا الكلام ولهذا استشاط الإسرائيلي غضبا واستشرس في الدفاع عن مشروع القبة الحديدية في الأيام الأخيرة، ووصل الحد به إلى التسريب عن مسؤولية قراصنة الصينيين قد نتعرض لهم لاحقا اخترقوا بالحديث، القبة الحديدية. اخترقوا موضوع كل القبة هذا الحديدية. الكلام يؤشر إلى براعة المقاومة ووصول المقاومة إلى داخل الإسرائيلي، إتقانها لإطلاق الصواريخ، وهي تتقن أيضا الحرب النفسية، ففي الحروب توازي إلى حد بعيد الحرب العسكرية على الأرض، ونحن نتحدث عن الحرب النفسية. فالحرب معنويات المقاومة، وإلى جانب إتقانها فن حمل السلاح، فهي بارعة على المستوى النفسي وتواجه رسائل بالعبري للصهاينة. زلزل أمن إسرائيل أحد النماذج. חסלת כל הציונים, זזה את ביטחונה של ישראל. לחתור למגעים הציונים, לשרוף מחנות וחיילים, את ביטחון של ישראל זזה, לחשוף להבות אש ווולקנים. לחתור למגעים הציונים, לשרוף מחנות וחיילים, את ביטחון של ישראל זזה, לחשוף להבות אש ווולקנים. إذن كان هذا نشيد من قبل المقاومة موجه بالعبري إلى الصهاينة. وهنا نسأل خضر، ما أهمية هكذا نشيد؟ نحن نتحدث عن لقطات للصواريخ تنطلق إلى الداخل الإسرائيلي، صورة للشهيد القائد أحمد الجعبري، كيف يكون وقع هكذا نشيد على الداخل الإسرائيلي؟ في الحروب اللامتماثلة عبد الرحمن، الحروب بين طرف قوي وطرف ضعيف في ردة الفعل، ضعيف بين قوسين بالمعطيات الاستراتيجية طبعا، في الحروب اللامتماثلة دائما مشكلة الدولة أو الجيش النظامي تكون إذا طالت الحرب. يعني إذا أنت كمقاومة كحرب عصابات، مقاومة تتقن فن حرب العصابات، استطعت أن تستدرج الجيش النظامي إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، يدخل العدو في هزيمة إعلامية، وهنا تصبح أنت في حالة الهجوم. يعني حدث نفس الأمر مع المقاومة اللبنانية من الثمانينات حتى تحرير الجنوب عام 2000، كانت تنتقل من موقع الدفاع الإعلامي تثبيت جمهورها إلى موقع الهجوم على جمهور الآخر، وهذا ما حدث مع المقاومة الفلسطينية. بعد 3 أسابيع من الهزيمة أو من العجز العسكري على الأقل،
انتقلت المكنة الإعلامية الإسرائيلية إلى مرحلة الدفاع عن جمهورها أو محاولة تحصين جمهورها أمام هجمات المنتصر أو المتفوق في الميدان، كما حركة المقاومة الإسلامية حماس وفصائل المقاومة الأخرى من الجبهة الشعبية إلى الجهاد الإسلامي لغيرها. وعن استخدام المقاومة للحرب النفسية سنسأل الكاتب الفلسطيني خالد العوض الله. أستاذ خالد مساء الخير. مساء النور. أستاذ خالد، هذا نهج جديد تستخدمه المقاومة، التوجه إلى الصهاينة بلغتهم بالعبرية، إلى أي أهمية أو أي أهمية تكتسب هذه الطريقة على المستوى العسكري؟ يعني كيف ينعكس المستوى النفسي على المستوى العسكري؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا فيك. هذا ليس جديدا على المقاومة، وإنما هو نقلة نوعية في أداء المقاومة الذي يتسق مع النقلة النوعية في أدائها العسكري وأدائها في الميدان. باعتقادي أن خاصة بعد الفشل العسكري الميداني الذي لا زال الجيش الصهيوني لا يدرك او لا يعرف كيف الخروج منه والانتقال الى مرحله المبادره الميدانيه، اصبح المجتمع الصهيوني مهيئا نفسيا واصبح هدفا سهلا للحرب النفسيه. خذ على سبيل المثال سقوط هيمنه الرقابه العسكريه والقدره على حصر المعلومات ضمن القنوات الرسمية سواء كانت العسكرية أو المراسلين العسكريين في القنوات الصهيونية بمسمياتها المختلفة. باعتقادي أن الجمهور الصهيوني الآن يبحث عن وسائل المعلومة التي هي متحررة من هذه الرقابة، وقد أثبتت المقاومة صدقيتها الميدانية وصدقيتها على مستوى المعلوماتي. أستاذ خالد، نعم تفضل كمل. وبالتالي هذا كما أسلفت يفتح المجال واسعا لممارسة هذه الحرب النفسية. طيب أنت كاتب فلسطيني موجود بالقدس، يعني عندما تعرض هكذا أناشيد بالعبرية كيف يكون رد فعل الشارع الإسرائيلي؟ يعني كيف ينعكس عليهم؟ هل هناك خوف؟ هل يصدقون؟ يعني يأخذون على محمل الجد هذه الأناشيد؟ خاصة المقاومة صادقة بكل ما تقول. من خلال متابعة تعليقات الصهاينة على قناة اليوتيوب، تعليقهم على هذه الأنشودة، وإن كانوا طبعا يعني تعليقهم هو تعليق مضاد وتعليق هو يعني جزء من حرب نفسية مضادة وتقليل من أهمية هذه الأناشيد، ولكنك تتلمس توترا نفسيا وراء هذه التعليقات، بحيث ان هذه التعليقات في معظمها هي اكاله للشتائم والاهانات دون ان يكون هنالك حتى محاوله للرد بشكل عقلاني على هذه الرساله الاعلاميه النفسيه. يعني مجرد هذا التوتر النفسي، مجرد الذي يكوي وراء الكلمات النابيه او وراء هذا التوتر، هذه العبارات التي لا تكون إلا على فكرة ربط التأثير، ينبئك بمدى هذا التأثير. ويبدو أن التوتر النفسي أستاذ خالد له مبرر، لأن المقاومة في كل مناسبة لها رسالة نفسية. أحد الرسائل كانت النشيد اليهودي ولكن بطريقة خاصة، الموعد كان يوم النكبة الذي يعتبره الإسرائيلي يوم الاستقلال. نعم. Vahat Zionim Nivnam Shavar Uchvar Humomas Ve'en Lo Tekvar Yudin Ibnei Avla Asher Hayu Pogvar Mishihu Shiyagid Li Ma Mehen Notar. أعتقد أن الرسالة تصل من المقاومة للداخل الإسرائيلي. أستاذ خالد، ما أهمية اختيار أناشيد معينة وبثها في مختلف المناسبات؟ يعني نتحدث هنا عن يوم تعتبره إسرائيل يوما مجيدا، وهو يوم استقلال كما هي تعتبر، وأيضا استخدام النشيد اليهودي أو العبري، إلى ماذا يدلل؟ أولا هذا النشيد هو نشيد الوطني القومي الصهيوني، هو نشيد الأمل الحقيقي. باعتقادي أن استخدام هذا النشيد كان موفقا، أو استخدام لحن هذا النشيد كان موفقا جدا من قبل المقاومة الفلسطينية، بحيث أن تم قلب الرسالة والمعنى الذي
يقوم بأداء هذا النشيد في المجتمع الصهيوني من خلال خلق هذه الهوية القومية وبناء علاقة ما بين هذه الجماعة الاستيطانية والأرض، بالإضافة إلى خلق فسحة الأمل أمام هذه الجماعة الاستيطانية في المستقبل. باعتقادي أن باستخدام هذه المناسبة واستخدام هذه اللحن وقلب هذا النشيد إلى ضده كان مؤثرا ومؤثرا جدا. ومرة أخرى نحن لا نتوقع من العدو الصهيوني أن يعبر أو أن يفصح عن تأثره المباشر بهذا الفعل، ولكن يمكنك أن تقرأ مرة أخرى من ردود الأفعال على هذه النشيد أن الرسالة قد وصلت. ونتمنى أن تصل. نعم تفضل. دعني فقط أشير إلى حقيقة تتعلق بالحروب. يعني كل الحروب تخاض أصلا على المستوى المعنوي والنفسي بغض النظر عن الأسلحة، حتى لو قمت باستخدام الطائرات الحربية أو بالقصف المدفعي، في النهاية ما توجه أسلحتك إليه هو البعد المعنوي والبعد النفسي عند الآخر. واعتقادي أن هذه فرصة أيضا من أجل التفكير في عمل مشروع عربي بحيث يتم يعني خلق وسيلة إعلام تبث إلى الداخل الصهيوني من موقع اعتبار هذا الداخل الصهيوني هو مجتمع استعماري استيطاني، لا من موقع التصالح معه طبعا، ولا من موقع شرح قضيتنا له كما يقوم به بعض دعاة السلام، وإنما من موقع الحقوق والتشققات في داخل هذه الجماعة الاستيطانية، وإرسال مجموعة من الرسائل المدروسة المبنية على دراسات اجتماعية حول طبيعة هذا المجتمع من أجل تكثيفه، وهو بالمناسبة مجتمع هش، وهشاشته وقوته متأتية فقط من أنه تاريخيا لم يكن هناك من يتحدى هذا المجتمع بالشكل الذي قامت به المقاومة، سواء المقاومة في جنوب لبنان ولاحقا المقاومة الفلسطينية في غزة. ونحن نضم صوتنا إلى صوتك أستاذ خالد العوض الله الكاتب الفلسطيني، كنت معنا من القدس المحتلة، ونرجو دائما أن تصل كل الرسائل من المقاومة للداخل الإسرائيلي. خضر، قبل أن نذهب إلى فاصل، هل هناك أي صور تخبيها في جعبتك أيضا ضمن هذا المحور؟ سأكمل من حيث توقف الأستاذ خالد. أنا أولا أوافقه بالرأي، لو أن لدينا رؤية سياسية واضحة لدى أنظمتنا العربية لكان أنشئ منذ زمن وسيلة إعلامية أو منبر إعلامي باللغة العبرية ليخاطب العدو، لا يخاطبه يحاوره، ليخاطبه بل ليفكك وجه له مجتمعه، وهو ما بدأ منذ مسيرة الكاتب عبد الوهاب المسيري إلى اليوم فكفكت المجتمع الإسرائيلي عبر فهمه. ولنبقى ضمن الموضوع، سأعرض صورة عن الإنستغرام، كانت اليوم محور حديث الإعلام الاجتماعي. ديفيد عوفاديا هو قناص أو مهندس محارب قناص في الجيش الإسرائيلي، وعلى إنستغرام قام بالرد على إحدى الناشطات الفلسطينيات عبر المفاخرة بأنه قتل 13 طفلا اليوم أو بالأمس يعني، ومع شتائم طبعا للإسلام وغيره. المهم في قصة عوفاديا أن بعد ساعات من تبجحه بقتل 13 طفلا، قامت مجموعة أنونيموس بإقفال حسابه على إنستغرام ومحوه نهائيا. وهنا إشارة إلى أن أنونيموس التي أعلنت كما نرى على الشاشة في 11 من الشهر الجاري، أعلنت عن عملية إنقاذ غزة على الإنترنت والتي تقوم فيها بمهاجمة المواقع الإسرائيلية، قامت حتى الآن بمهاجمة موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، موقع الموساد الإسرائيلي، وقامت بالضغط الشديد على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية. وندعو لتفعيل هذا الهاشتاج. نعم، تحية لأنونيموس الحاضرين دائما في كل صراع إلكتروني. القرصنة الإلكترونية واحدة من أهم الأدوات التي يمكن استخدامها على الإنترنت، وأنونيموس دائما حاضرين في القضية الفلسطينية لمساندتها. سأختم مع صورتين من الداخل الإسرائيلي، هم نفس المجال تقريبا. هذه الصورة نشرت، وأشكر
أحد الأصدقاء الذي أرسل لنا هذه الصورة من الداخل الفلسطيني. هذه الصورة تساعد على الترويج لفكرة أن إسرائيل دولة ديمقراطية عبر إظهار امرأة من فلسطينية 42 حاملين للجنسية الإسرائيلية، وهي تفاخر بأن لديها ولدين في الجيش الإسرائيلي. وللمفارقة فإن هذه الصورة وهذا التعليق هي لإحدى الإسرائيليات التي نشرت كما نرى هنا تعليقا تتمنى فيه أن يكون القتلى الذين سقطوا في قطاع غزة للجيش الإسرائيلي من العرب أو البدو وليس من اليهود. وقامت إحدى أصدقائها بإعادة نشر هذه التغريدة. ودليل جديد على عنصريتهم. مع هذه المفارقة خضر نختم هذا المحور أعزائي المشاهدين. فاصل قصير نعود بعده إلى هاشتاج فلسطين تقاوم السلام. عفوا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى هاشتاج فلسطين تقاوم. الطريقة الإسرائيلية في التعاطي مع أهلنا في قطاع غزة، خاصة من ناحية تحذيرهم للخروج من المنازل بقصفها، يثير سخرية بعض كبريات الشبكات الإعلامية حول العالم. يونغ تيركس هي واحدة من أكبر شبكات الأخبار على يوتيوب، ونشرت مقطع فيديو يعري الصهاينة. Oftentimes you'll hear Israeli spokespeople on American television telling you about, well, why don't they just run? We gave them leaflets, we called them ahead of time and told them to go somewhere. All right, well, we'll get that perspective on what people feel about that in a second as well. But take a look at this map to give you a sense of how big Gaza Strip is and how little place they have to run. This is what the Gaza Strip would look like inside Los Angeles. That means it is a tiny sliver of one of our cities. Remember, they cannot leave, and now they will not have electricity for a year. You think they hit the electric plant by accident? No, they swear up and down that the 70 to 80% civilian death rate that they have is pure accident. They mean to protect the civilians just because electricity being knocked out wasn't bad enough. We're not sure you should be able to drink water either. I don't know what they're complaining about. I mean, they had all the opportunity in the world, you know? And look at what happened. They made us do this. See, I'm constantly told that Hamas has this brilliant plan of getting Palestinians killed so that Israel can look bad. Was it also Hamas's plan to knock out the electric plant and the water supply so the people there wouldn't have electricity and water? Now, if it was their devious plan, why is Israel playing along with it? لأن إسرائيل سفاكة دماء وتقتل دائما بشعبنا الفلسطيني. خضر، عندما نتحدث عن شبكة بهذا الحجم من أهم الشبكات على اليوتيوب والأهم أنها في الولايات المتحدة، ما أهمية ذلك؟ دعنا أولا نشير أن الإحصائيات تتحدث أن 20% من مستخدمي اليوتيوب هم من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أكثر من 180 مليون زائر لموقع اليوتيوب الأمريكي في الشهر على الأقل. إذا اليوتيوب يتحول أكثر وأكثر إلى واحدة من أكثر الأدوات الإعلامية البصرية تأثيرا في المجتمعات المستخدمة للإنترنت. إذا بتلاحظ معي، معظم اليوم من يملكون برامج على اليوتيوب تبث مباشرة، وهي نوع من التقنيات التي ندعو أيضا لتفعيلها في بلادنا، إنشاء قنوات على اليوتيوب أو برامج خاصة على اليوتيوب، معظم هذه هي متحررة من التمويل، يعني تحصل على تمويلها بجهد خاص عبر الإعلانات التي يضعها يوتيوب على برامجك أو إذاعاتك. فإذا هي متحررة من التمويل السياسي المرتبط بأجندات دائما، كما يحدث مع فوكس نيوز أو واشنطن بوست أو غيرها، التي تصر إلى اللحظة على عدم تغيير موقفها وطريقة صياغتها للخبر. أنت ترى هنا هذا التحول الكبير في التحرر الإعلامي في الإضاءة على ما يحدث والسخرية من هذه البروباغندا العسكرية الكبيرة. سأعطي أمثلة. إذا بتلاحظ معي مثلا هنا بيل ماهر، وهو أحد الكوميديين الأمريكيين المؤيدين بشدة لإسرائيل، قام بتغريدة يشبه فيها حركة المقاومة حماس بأن التعاطي معها كالتعاطي بين قوسين مع امرأة مجنونة تحاول قتلك إلى آخره. فأجابه أحد الأمريكيين، نعم أفهمك، لأن بعض النساء يصبحن مجانين عندما تفجر لهم أطفالهم. وهذا يؤشر على أن هناك درجة الوعي عند الشارع الأمريكي. وأقول أن الإعلام الأمريكي، خصوصا الإعلام الأمريكي،
يشهد هذا الصراع بين أجنحة. هناك جناح دعني لا أبالغ وأقول مؤيد للفلسطينيين، ولكنه في الحد الأدنى يقول أنه علينا مراجعة انحيازنا التام لإسرائيل، دفع باللوبي الإسرائيلي إلى الجنون، فعلقوا مثلا هذه اليافطة الكبيرة على أحد البنايات في نيويورك، مهاجمين نيويورك تايمز التي كانت أكثر حيادا نوعا ما من الدم الفلسطيني، وتشبه فيه نيويورك تايمز بأنها تهاجم إسرائيل تماما كما حماس تهاجم إسرائيل، وهذا نوع من محاولات الضغط واستعادة التوازن في الإعلام. أسباب هذا التراجع للسوشيال ميديا الجزء الكبير، كما يحدث على يوتيوب في هذه الشبكة التي تحدثنا يحدث عنها، أيضا على يحدث أيضا في مواقع أخرى، ويبدو أن نعم هنا مثلا هذا المقال وأدعو للاطلاع عليه لأرسلان افتخار أرسلان، يتحدث عن حرب الهاشتاجز على تويتر والتي انتصر فيها الطرف المؤيد لفلسطين والتي تؤدي إلى تعرية البروباغندا الإسرائيلية. ويبدو أن كل هذه التحركات على مواقع التواصل الاجتماعي بين قوسين والهاشتاجات المؤيدة لفلسطين تؤثر كثيرا على الشارع، فالتحركات لا تتوقف في شوارع العالم، لازالت تضج بتظاهرات التأييد لغزة. واحدة من أكبر التحركات حصلت في بلجيكا، تظاهرة جمعت عشرات الآلاف وسط دعوات للاستمرار حتى وقف العدوان. أكثر من 70 نقابة ومؤسسة مجتمع مدني إلى جانب ناشطين من الجاليات العربية اتحدوا في بلجيكا لدعم غزة. عشرات الآلاف ساروا بشوارع بروكسل للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية. المشاركون وقعوا على وثيقة لمقاطعة الاحتلال ويعملون على الضغط على باقي النقابات والمؤسسات للانضمام إليهم. وفي مواجهة اللوبي الصهيوني يحاول الناشطون المؤيدون للقضية الفلسطينية إظهار الصورة الحقيقية للمجازر الإسرائيلية، خصوصا مع الضغوطات التي تمارس على أعضاء البرلمان البلجيكي والاتحاد الأوروبي لتبني الرواية الإسرائيلية. ولا تبدو مهمة المؤيدون للقضية الفلسطينية بالسهلة مع دخول عنصر التكفيريين إلى التظاهرات بأعلامهم السوداء وتخريبهم الممتلكات العامة، وهو ما يركز عليه الإعلام المحلي. ورغم الصعوبات والضغوطات الممارسة على الناشطين في بلجيكا، إلا أنهم مستمرون بتحركاتهم إلى حين إظهار الوجه الحقيقي لعدالة القضية الفلسطينية. وللحديث عن هذه التحركات ينضم إلينا الناشط الشبابي محمد الخطيب من العاصمة البلجيكية بروكسل. مساء الخير يا محمد. مساء النور. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. نتحدث عن 70 نقابة ومنظمات من المجتمع المدني، كيف تم دعوة كل هذه النقابات وكيف تواصلت فيما بينها؟ في بداية العدوان على شعبنا في قطاع غزة، تم الدعوة للتحضير لمظاهرة تكون بداية أول مظاهرة مركزية، فكان في هناك بس 15 جمعية بلجيكية ومتضامنة مع قضيتنا، وتقريبا يعني أحزاب بعض الأحزاب البلجيكية والنقابات. استمرار العدوان على قطاع غزة شوي شوي صارت 35، بعدين تطور لوصل العدد لأكثر، اليوم هو صار العدد أكثر من 70، من أهم النقابات الموجودة في بلجيكا، من أقواها عدة نقابات، عدة أحزاب بلجيكية على مختلف توجهاتها، الاشتراكيين والخضر، ويعني عدة توجهات سياسية أيضا، وكمان في حضور الجاليات العربية اللي هي موجودة كثير في بلجيكا، في ثقل خاصة إخواننا في المغرب العربي. التضامن مع شعبنا وقضيتنا في قطاع غزة كان كثير عالي، لحد اليوم من بداية العدوان صار في أكثر من 3 مظاهرات مركزية كانت تضم الآلاف، يعني في بداية أول مظاهرة كان في أكثر من 15,000، ولكن الإعلام البلجيكي دائما بيحاول يقلص العدد يعني والتخريب والإضاءة على التخريب اللي هو بيكون كمان كثير صغير في المظاهرة. نعم محمد، وقعتم على وثيقة لمقاطعة الاحتلال كما استمعنا في التقرير وقدمتموها إلى البرلمان، إلى أي مدى ممكن أن تنجح هذه المقاطعة؟ بالبداية أساسا كانت يعني المطالبة بالمقاطعة، سقف المطالبة بالمقاطعة هو كان بس مقتصر على منتجات المستوطنات، حتى مش المقاطعة، ولكن انه الليبلينج يعني البضائع المستوردة لتوجيه المواطن الاوروبي. ولكن اليوم طبعا بنشوف احنا انه هذا فضل انتصار المقاومة وصمود شعبنا بقطاع غزة، قادرة حركة التضامن هون انه تصعد من خطابها وتطالب بمقاطعة كل اسرائيل، كل اسرائيل على انها دولة فاشية مريضة صهيونية، يعني مرتكزة على عقيدتها العسكرية. فيعني حتى في احزاب بلجيكية الثامنة رح تقوم بمؤتمرات صحفية مطالبتها الرسمية للبرلمان، وهي أحزاب انتقال اليوم بالبرلمان البلجيكي وحتى في البرلمان الأوروبي.
هل هناك أي دور رسمي من قبل السلطة الفلسطينية أو السفارة الفلسطينية عندكم في بروكسل؟ هنا غياب تام لممثلية منظمة التحرير، هي أصلا ليست بسفارة، هي ممثلية لمنظمة التحرير موجودة في بروكسل. هناك غياب تام للدور الرسمي الفلسطيني الدبلوماسي اللي هو قادر يلعب دور كبير كتير كبير، بما حكم أنه بروكسل هي عاصمة الاتحاد الأوروبي، عاصمة أوروبا، واللي موجود فيها البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته. حتى في غياب عربي رسمي، لانه كمان في وجود للجامعه العربيه هون لها ممثليه. يعني في غياب تام لمنظمه التحرير واخفاء لصوتها، في غياب تام للدور العربي الرسمي، وحتى للسفارات، لانه كمان كل السفارات موجوده وبتقدر تلعب دور على كل المستويات. طيب محمد، اللافت في يعني في التقرير ايضا ان هناك دخول لعنصر تكفيري الى داخل هذه التظاهرات، الى اي مدى يشوه صوره التظاهرات ولا أي مدى قادرون على استبعاده؟ هو يعني اكيد يشوه صوره المظاهرات، لانه الاعلام هون هو بالاصل منحاز للروايه الصهيونيه. دائما الاعلام بشكل عام، الاعلام الرسمي والمؤسسات الاعلاميه الثانيه اللي عندها اللوبي الصهيوني هون بيمارس عليها ضغط، هي يعني دائما بتحاول تظهر اي صوره على اي مظاهرات. يعني مظاهره بالالاف بيكون في مقدمتها 20 30 شخص هم قادرين على تخريب ليس فقط صوره المظاهره ولكن صوره قضيتنا بشكل عام. في هذا العنصر بنفهم حاله الغضب العربيه الموجوده، بنفهم حاله التجمعات العربيه الموجوده، واعمار الشباب هذول اصلا هم يعني بين ال 13 لل 20 عام، فسهل استغلالهم. وايضا بدنا نفهم من اي طبقات جايين ومن اي اماكن، لانه يمارس عليهم العنصريه حتى في بلجيكا، في هذا موضوع اخر. ولكن اللافت بالموضوع انه هاي الناس في حدا بيسيطر عليها تعبئتها وتوجيهها لهذا الخط. يعني هو في حالة غضب طبيعية ولكن استثمارها بأشكال سلبية في يعني الأحزاب التكفيرية الموجودة في بلجيكا. وطبعا احنا بنعتقد انه حتى الامن البلجيكي، لانه ما بتقدم لدرعهم او يعني اعتقالهم، بالعكس بتركهم لينتهي التصوير وتنتهي المظاهره. ففي يعني تامر من الاعلام من الاحزاب التكفيريه هاي اللي هي عم تحاول تسيطر على هاي الشباب وهي الطاقات، يعني اللي هي المفروض نستغلها كجامعات عربيه موجوده هون. نعم. محمد، سؤال اخير، تحركاتكم المستقبليه وماذا تطلب من الجاليات العربيه في اوروبا؟ تفضل الكلمه لك. نطلب من الجاليات العربيه باوروبا يعني تستخدم ثقلها السياسي الموجود هون. نطلب من بالبدايه خلينا نطلب من منظمه التحرير والممثل الفلسطيني اللي هو يدعو يعني السلطه الفلسطينيه ان تقوم بدورها. يعني المجزره كبيره اليوم، نطلب من الشباب الفلسطيني كمان باوروبا مش بس من الجاليات العربيه ان ياخذ دوره، ان يبادر، ان لا ينتظر اي طرف فلسطيني اخر، ان يعني يتعامل بشكل وطني مع قضيه غزه، لانها هي قضيه كل فلسطين، مش بس غزه لحالها عم بتقاوم. السلطه الاحزاب يعني الشباب الفلسطيني عليه ان ياخذ دوره وعليه طرح السؤال الوجودي لاسرائيل باوروبا، يعريها ويعري الخطاب الصهيوني على انها مش دوله مؤسسات، دوله بنتها عصابات الهجانة، مستحيل ان تكون دوله. عليه طرح السؤال الوجودي الذي يرعي اسرائيل في هذه البلد، تعريفهم كدوله فاشيه، دوله صهيونيه معتمده على الاله الحربيه. ونحن نعتمد عليكم كثيرا محمد الخطيب الناشط الشبابي، كنت معنا من العاصمة البلجيكية بروكسل، أشكرك جزيل الشكر. إذن يقال أن هناك بعض الحركات التكفيرية خضر التي تدخل إلى هذه التظاهرات، من يحرك هؤلاء وإلى أي مدى يشوهون هذه الصورة؟ أنا أستطيع أن أجزم تماما أن الحركات التي تسمى تكفيرية خصوصا في الدول الأوروبية هي مدارة بشكل مباشر من الأجهزة الأمن الأوروبية، وهذا لا نقاش فيه عند الناشطين الأوروبيين وكذا. هذه الحركات بتحرك تماما أجهزة الأمن الأوروبية، وها هي تخرج من أوروبا تصل إلى سوريا بنفقات ممولة، والآن إلى العراق، والآن إلى كذا. وهذا الكلام مهم لإيضاح الصورة، ولكن لاحظ معي عبد الرحمن أين بدأ الحديث عن وجود حركات تكفيرية في المظاهرات المؤيدة لغزة أو لفلسطين عموما؟ بدأ الحديث في لحظة المأزق الإسرائيلي، في لحظة المأزق الإسرائيلي، هذا الإجرام الكبير، هذا الدم الكبير الذي سال على الأرض، حركات التضامن بدأت تتضخم في أوروبا كثيرا وتحرج الحكومات الأوروبية في مواقفها. فجأة صرنا نسمع عن اعتصام لمؤيدي داعش في برلين، ومشاركة لهم في بلجيكا، وظهور لهم في فرنسا. طب وين كانوا؟ تصويت إعلامي. طب وين كانوا بالعشرين يعني وين كانوا بالعشرين يوم حرب؟ كان كل يوم عم بيصير اعتصام، كل يوم مظاهرة، كل يوم كذا، ما كنا عم نشوف حناصر أو حركات تكفيرية. صح. اليوم فجأة أدخلوا
إلى جسد الحركة الاعتصامية، ولكن دعني أطمئن الجميع أنه لما يكون عندك اعتصام ولما يكون عندك حراك ذو رؤية سياسية واضحة، أنه الهدف رفع الحصار عن قطاع غزة، أو الهدف وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، الهدف كذا، فأنت هنا تحرج الإعلام نفسه الذي يحاول تسليط الضوء على هؤلاء، أنه يا أخي شارك مما يشارك، أنا هدفي السياسي واضح من الاعتصام. في الدقائق المتبقية القليلة سنعرض بعض الصور أعزائي المشاهدين. هذه الصورة التي ترونها أمامكم على الشاشة هي صورة الطبيب النرويجي ماتس جيلبر، وهو عاد إلى بلاده وهنا استقبل استقبال الأبطال على أرض المطار. وهنا نستعرض وإياكم موقع قناة الميادين على شبكة الإنترنت، هذا الموقع الذي يمكنكم متابعة آخر الأخبار عليه، ومن فاته أن يرى هذه الحلقة يمكنه متابعتها أيضا على هذا الموقع بالدخول إلى خانة البرامج الموجودة في أعلى الصفحة، ومن بإمكانه أن يتابع جميع برامج قناة الميادين ومن بينها هاشتاج فلسطين تقاوم. الحلقات كلها تكون موجودة على هذا الموقع. في موضوع آخر سنستعرض اليوم أيضا صفحة الفنانة جوليا بطرس على شبكة أو على فيسبوك. بالأمس كنا عرضنا هذه الصفحة ولكن الصفحة غير رسمية لجوليا، اليوم سنعرض هذه الصفحة الرسمية. أولا جوليا لديها 939 ألف متابع و311. ثانيا هي نشرت مقطع الفيديو كليب لأنشودتها الحق سلاحي، نشرتها هنا ونرى 9676 لايك معجب على هذا المقطع، نرى 1518 مشاركة شيرز أيضا. هذه المشاركات عن الصفحة الرسمية فقط غير إعادة المشاركة من قبل الآخرين، غير إعادة المشاركة من قبل أعتقد أن الفيديو شاهده ما لا يقول، لأننا عرضنا بالأمس عن طريق الخطأ الصفحة غير الرسمية. وهنا نرى العديد من التعليقات، يعني أعتقد أن محبي جوليا كثر. نعم نعلق يعني نعرض أمامكم هذه التعليقات التي تعبر عن الحب الكبير لهذه الفنانة. كل الاحترام لك يا ست جوليا، أحدهم يعلق أغنية رائعة. وقبل أن نختم نعرض عليكم صفحة البرنامج فلسطين تقاوم لتعليقاتكم أعزائي المشاهدين لمقاطع الفيديو إن كانت موجودة لديكم، للصور سنعرضها على الهواء مباشرة في حال أرسلتموها على صفحتنا. أيضا تتابعون على صفحة فلسطين تقاوم المواضيع التي سنطرحها كل يوم، ستكون موجودة على الصفحة قبل ساعات من بداية الحلقة وتوقيت الحلقة ومن هم الضيوف. ونشير إلى أن الصفحة تخطت الألف متابع، وهي صفحة يعني ولدت حديثا منذ أيام قليلة. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم من هاشتاغ فلسطين تقاوم. أشكرك المدون خضر سلامي ضيفنا الدائم في برنامج هاشتاغ فلسطين تقاوم. الشكر دائما لكم أعزائي المشاهدين. الموعد يتجدد ككل يوم عند الرابعة عصرا بتوقيت القدس الشريف. إلى ذلك الوقت السلام عليكم.